صباح الخير على حضراتكم، معاكم تغطية خاصة من العدسة نيوز. احنا النهاردة متواجدين امام احدى لجان امتحانات الثانوية العامة لنقل فعاليات مادة اللغة الاجنبية الاولى. دلوقتي احنا بانتظار خروج الطلبة من اللجان عشان نعرف ارائهم على امتحان النهاردة. يلا بينا نشوف اراء الطلبة ونرجع لكم تاني. مالتي في امتحان النهاردة؟ والله بصي، هو الامتحان حلو بس يعني بنسبة يعني اقل حتة من المواد التانية. الامتحان كان جميل خالص وكان في وقت فاضي يعني كتير وراجعنا كتير يعني، بس الامتحان كان متوسط، ولا هو سهل قوي ولا هو صعب قوي. لا اكيد جامد. ايه رجلك كانت شاده؟ وبعيد عن رجلك كانت شاده، انا ما بغشش اصلا، ما كنتش عارفه. حلو لذيذ والله. خلص النهارده مقارنه بين الكيمياء والفيزياء يعني؟ الحمد لله كان كويس. هو كويس بس بردك احسن من الكيمياء بكتير بردك يعني. الحمد لله كان كويس النهارده. الحمد لله كان حلو جدا. بصراحه كان حلو. الحمد لله كان كويس. في اي حاجه صعبه واجهتك في الامتحان؟ هي القطعه بس كانت محتاجه تركيز شويه. لا لا لا، المره دي كان كويس عن الفيزياء، عوضنا الحمد لله. جايبين لنا قطعتين صعبين، اللي هو انت اصلا بتتكلمي عن ايه يعني؟ جايبين لنا قطعه عن امراض احنا ما نعرفش اساميها ايه. القطعه كانت وحشه؟ لا كله كان سهل الحمد لله. القطعه كانت وحشه قوي؟ لا هو كان حلو كويس يعني. القطعه الثانيه كانت رخمه بس في حاجات، بس هو حلو عادي يعني، كان جميل ما كانش وحش قوي. هتلاقي في ناس بتزغرط في ناس بتعيط، معناته انه هو اصلا مش سهل. فهماني؟ هو مش سهل بس حلو عن المواد الثانيه. بتمنى ان الجيولوجيا والاحياء يجوا كده بصراحة أو أقل من كده.